رئيس الوزراء يشدد على أن هناك تكليفات رئاسية بأهمية تطوير منظومة التموين والنهوض بالزراعة. أستان أثنان يختتم أعماله بالاتفاق على مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا. وعلى خلفية التفجير الدامي في إقليم السن، باكستان تطلق عملية أمنية واسعة وتغلق حدودها مع أفغانستان. الأخبار من أون لايف، أهلا بكم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل إن المرحلة المقبلة تتطلب المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن هناك تكليفات بأهمية تطوير منظومة التموين ومراجعتها. أكد إسماعيل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المحافظين الجدد بأهمية متابعة المشروعات القومية والخدمية في المحافظات، مع الاهتمام بمزيد من التواصل مع المواطنين ومراعاة حل مشكلتهم. أشار إلى أن الحكومة تعمل على زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، مع التوسع في برنامج كرامة وتكافل ليشمل 1,700,000 أسرة مصرية. أعربت محافظة البحيرة الجديدة نادية عبدو عن سعادتها بكونها أول سيدة تتولى هذا المنصب. وفي تصريحات لأون لايف اعتبرت أن المرأة المصرية باتت تحصل على حقوق كثيرة، مشيرة إلى أن العديد من السيدات يجلسن على مقاعد مجلس النواب. في نسبة كبيرة جدا من المرأة ما كانتش قبل كده، والحقيقة المرأة الموجودة مثقفة ومن نوعيات مختلفة، وده بيخلي البرلمان يقدر يشارك في مشاكل المرأة عموما. ثانيا عندنا المجلس القومي للمرأة، الحقيقة انه شغال بنشاط وخاصة في محافظة البحيرة. عندنا برضو احنا في محافظة البحيرة الحقيقة احنا غيرنا كثير من اللوائح، غيرنا كثير من الهيكل الإداري، رفعنا سيدات كثيرات لمراكز عليا زي الإدارة العامة ووكيلة الوزارة، وأنا بفخر الحقيقة أن احنا عملنا كده، لأن المهندسات اللي تنصبوا هذه الأماكن جابوا نتائج هائلة. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه محافظة البحيرة، أكدت نادي عبدو الأون لايف أن الأولوية سوف تكون لقطاع الزراعة، مشيرة إلى أنها تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة في المحافظة من أجل خلق آلاف الوظائف لاستيعاب الشباب. بحيرة زراعية أساسا بتنتج 20% من زراعات مصر، فطبعا احنا لازم بنهتم بالزراعة، بنهتم قوي، بنعمل تنسيق مع الري مع الزراعة في تطهير الترع، في تطهير المصارف، في تحويل بعض المصارف. والحقيقة ده كان بان جدا في المشكلة السابقة بتاعت السيول. المرة دي الحمد لله السنة دي ما بقاش عندنا أي مشكلة نظرا لهذه التحديات. أيضا الزراعات كلها بنعمل لها صناعات، يعني بقى عندنا تصنيع زراعي، بقى عندنا كم هائل من المشروعات الصناعية الزراعية، فده برضو جزء من التحديات. كمان احنا انت لازم حضرتك تعرف ان البحيره فيها ثلاث مراكز على البحر الابيض المتوسط، بنعمل هناك مشروعات، في ان شاء الله مشروع هيقام او جاري استخراج تصاريحه كمينا وكرصيف للحاويات. وخلال المؤتمر الصحفي الأول له، قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي إن الوزارة ستنشئ بوابة إلكترونية تستمع من خلالها لمقترحات المعلمين وأولياء الأمور لتطوير التعليم، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام التكنولوجيا لتنظيم الوقت وإدارة المنظومة التعليمية. قريب جدا هنستخدم شوية تكنولوجيا ونعمل بوابات على الإنترنت ونعمل حاجات كده علشان نفتح وسيلة للأطراف تعبر عن نفسها. احنا عاوزين نسمع من المدرسين، عاوزين نسمع من الأهالي، وعاوزين نسمع من اللي عنده مشكلة، من اللي عنده فكرة كمان، بس بشكل منظم. احنا في مصر عشان ساعات بنشتغل بطريقة فردية كده،
تلاقوا بقى كمية مكالمات وكمية ناس بتبعت على واتس أب وبتاع، كل ده حلو بس صعب، صعب إن نتحكم فيه. عشان نستفيد منه هنعمل لكم مكان مثلا اللي عنده مقترحات لتطوير التعليم يحطها ويحط فايلات وينزلها وكل حاجة ويبعتها لنا، ويبقى هنا في فريق إن شاء الله ياخد 100 نفر يقرا الكلام ده ويتسجل اتبعتت يوم ايه وترد عليها يوم ايه، عشان نحترم الناس لازم نرد عليهم. فهنستخدم التكنولوجيا شوية عشان ننظم الوقت، لان احنا محتاجين وقت في الاخر، احنا عندنا الاعلام وعندنا مجلس النواب وعندنا الشغل نفسه بتاع والجهاز الاداري وكده، فهنحاول ننظم الادارة بتاعت المنظومة بحيث برضو عايزين نسمع من الأهالي والمدرسين، يعني كل حد في مصر له اهتمام بالتعليم هنخلي صوته يصل إلى الوزارة وصوته هيحترم وهيرد عليه. في ناحية أخرى، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا إن القيادة السياسية في مصر تنتظر الكثير من الوزارة، وأضاف البنا في مؤتمر صحفي أن النهوض بالإنتاج الحيواني والداجني على رأس أولويات الوزارة. القيادة السياسية طلبت من النهاردة اليوم كتير من وزارة الزراعة. وزارة الزراعة طبعا هي التنمية في مصر، فقلنا ما يبقى قطاع الثروة الحيوانية كله ملموم في جهة واحدة وكل واحد يصمم على رأيه وكل واحد يختلف، لا احنا قلنا هذا القطاع كله، وانتم عارفين مشاكل الثروة الحيوانية في مصر وارتفاع سعر اللحوم وارتفاع سعر الدواجن، فمطالب من هذا القطاع أن يحل هذه المشاكل. وطبعا شرفنا الدكتورة منى إن هي تبقى هذا الملف كاملا بالهيئات التابعة لي تبع سيادتها. مجالات عدة للتعاون بين مصر وأوغندا من منطلق المسؤولية تجاه الأشقاء الأفارقة. كاميرا أون لايف التقت وفدا عسكريا أوغنديا رفيع المستوى على هامش التعاون في عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الطاقة المتجددة وبحث إمكانية التعاون مستقبلا من أجل دعم مشروعات الطاقة المتجددة بدولة أوغندا. أنا سعيد بما عرضتموه علينا اليوم من الإمكانيات التكنولوجية الكبيرة، وخاصة تلك التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي أعلم أنها ستعمل هنا بشكل جيد مثل مصر تماما. أود أن أخبركم أن الزراعة في أوغندا تعتمد على مياه الأمطار، ولكن الفصول تغيرت تماما، ولا أعلم إذا كان ذلك بسبب الاحتباس الحراري أو أي شيء آخر، ولا يمكننا الاستمرار في الاعتماد على مياه الأمطار، ولذلك فموضوع الري هو من أهم الموضوعات التي يجب أن ننظر إليها أولاً في أوغندا بغرض إنتاج الطعام للاستهلاك المحلي وللتصدير أيضاً. أشكركم على دعمكم الدائم لنا في هذا المجال. ترسخت العلاقات التاريخية ما بين شعبي مصر وكينيا من خلال شريان نهر النيل العظيم ومساندة مصر للشعب الكيني، هذا وقد شهدت العلاقات في الفترة الأخيرة تطوراً إيجابياً وتنامياً ملحوظاً على جميع الأصعدة. هذا يعمل الجانبان على زيادة التبادل التجاري فيما بينهما الذي ما زال لا يرقى لطموحات البلدين. رغم أن الاقتصاد الكيني استطاع تحقيق معدلات نمو متوسط خلال السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلا أن هذا النمو تحول إلى تراجع في الفترة ما بين أعوام 1997 و2003، والآن تعتمد كينيا بجوار السياحة على تصدير حاصلاتها الزراعية خاصة الشاي والبن كمصدر للعملة الصعبة، حيث وفرت العام الماضي أكثر من 1,200,000,000 دولار علاوة على 150,000 فرصة عمل لمواطنيها. المحلل السياسي علي خان يصف فترة حكم الرئيس السابق موي بأنها كانت فترة ركود اقتصادي امتدت إلى ما بعد العام 2002، حيث لم تكن هناك سياسة قائمة على نظام يتبنى سياسة الاستحقاق التي ينبغي أن يتم اتباعها. ونظرا لذلك لم يتعافى الاقتصاد الكيني حتى الآن، ففي عام 2007 حققت كينيا نسبة نمو وصلت إلى 7%، وهو الأمر الذي لم يتكرر ثانية نظرا لحالة عدم الاستقرار السياسي والعنف التي شهدتها البلاد. وإن كان التحسن النسبي في عام 2012 قاد النمو إلى تحقيق نسبة تراوحت ما بين 4.5% إلى 5%. من جانبهم، حاول بعض الكينيين المهاجرين تقديم دفعة للتنمية في بلادهم من خلال سعيهم إلى إنشاء صناعة وطنية،
واختاروا مجال صناعة مستحضرات التجميل، لكن هذه المحاولات لا تزال محدودة الأثر، حيث أن غالبية المواطنين الكينيين لا يمكنهم شراء مثل تلك المنتجات. ولذلك فالحكومة الكينية تتبنى ما قالت إنها خطط للتنمية تحت عنوان الرؤية 2030، والتي تهدف إلى تحويل كينيا إلى بلد متوسط الدخل بعد نحو 14 عاما من الآن. ولكن يبقى الكم الكبير من الفساد والبيروقراطية بحسب بعض المراقبين عائقا أمام نجاح مثل تلك الخطط الطموحة. أما عن الفرص الاستثمارية والثروات الطبيعية المتوفرة في كينيا، فإنها كبقية تجارتها في القارة السمراء تمثل سوقا واعدة، بالإضافة إلى خطواتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والهواتف المحمولة، كما تزخر أراضي كينيا بالعديد من المعادن المهمة مثل التيتانيوم والذهب والفحم وأيضا النحاس والمنغنيز، ما يزيد فرصتها في تحقيق قفزات تنموية كبيرة. ولكن إذا استطاعت التغلب على عدد من التحديات التي تصاحب تلك الدولة منذ استقلالها قبل 50 عاما من الآن. يفتتح اليوم وزير الآثار خالد العناني عددا من المقابر وأعمال الترميم الحديثة في عدد من المعابد بالبر الشرقي والغربي بالأقصر. ومن المقرر أن تنطلق زيارة وزير الآثار بوادي الملوك والملكات لافتتاح مقبرة جديدة أمام السائحين الأجانب، كما يشهد أعمال البعثات الأجنبية في البر الغربي ومعابدها وأديرتها المختلفة. وتشمل جولة وزير الآثار أيضا إزالة الستار عن أحدث الاكتشافات والمعروضات داخل متحف الأقصر. والأقصر أو مدينة المئة باب هي عاصمة مصر بالعصر الفرعوني، وتقع على ضفاف نهر النيل الذي يقسمها إلى شطرين، البر الشرقي والغربي. هذه إطلالة على المدينة السياحية. كانت هذه إطلالة من المكان المرتفع لمدينة الأقصر أو محافظة الأقصر ومعالمها السياحية أيضا. وبعد فاصل نلتقي
أتابع معكم المزيد من الأخبار. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم مشاهدينا ونواصل تقديم الأخبار. خلال لقاء حصري لبرنامج بتوقيت القاهرة على شاشة أون لايف يذاع غدا السبت، أكد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي أن يد الدولة المصرية ورئيس عبد الفتاح السيسي استطاعا القضاء على تنظيم الإخوان الإرهابي. والله مصر عند الليبيين تسوي الكثير. الليبيين يحبوا مصر. قضية يعني لو واحد ثاني غيري ما أعتقدش أن حد تولى موقف سياسي أو عسكري في المنطقة الشرقية، وليبيا بصفة عامة أنها فيه عداء ولا فيه كراهية لمصر ولا غيرها، هذا ما فيه أبدا. العمل اللي حصل إخوان المسلمين هذول، نحن ما عندناش إخوان المسلمين، إخوان المسلمين جونا من مصر بصراحة، دبوهم اللي جونا هاي. ولكن نحمد الله أن يد القوية، يد السيد الرئيس السيسي طلعت في وقت تولاها، جمعوا عندنا أنا وما عارف كيف تخلصوني. يعني وهم تبحثوا في بقية العالم الآخر وجدوا ليبيا هي التجمع بتاعهم، حاولوا قدر إمكانهم يعلموا الليبيين وحاولوا يفقهم هم أينما يوجدوا. طبعا أنت عارف يعني زي المرض المعدي يعني على طول في سامية، رغم أن احنا تتلمذنا على أيديهم يعني مبكرا، تعلمنا في الابتدائي والإعدادي والثانوي، هذا كله في كل مدرسينا كانوا مصريين. لكن قصة الإخوان وتحركهم الفترة الأخيرة، يعني هم بعد ضربة جمال عبد الناصر من زمان يعني بقوا فترة طويلة لم يطلوا برؤوسهم إلا في يعني في الفترة الأخيرة، هذا اللي هي 2011 تقريبا أو 2014. دي كانت فترة البزوغ. بالضبط. لا 2014-2013 بدأوا يتحركوا تحرك واسع جدا. إلى الملف السوري، حيث انتهت في عاصمة كازاخستان الجولة الثانية من اجتماع أستانا بشأن الأزمة السورية، وقالت الخارجية الروسية في ختام المباحثات أنه جرى الاتفاق ما بين موسكو وطهران وتركيا على إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار في البلاد. دون بيان ختامي، خرج مؤتمر أستانا الثاني الذي عقد بالعاصمة الكازاخية أمس الخميس بين وفدي المعارضة والحكومة السورية وبرعاية تركية روسية وإيرانية، ليزيد المشهد السوري تعقيدا ويعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر، على عكس ما هدفت تركيا وروسيا بتهيئة الأجواء لميلاد سهل ويسير لمؤتمر جنيف 4 المقرر انعقاده في 23 من فبراير الجاري. لتأتي التصريحات الصادرة عن المعارضة السورية تنبئ باتجاه نحو هدف مغاير تماما. المعارضة السورية التي قررت المشاركة بوفد مصغر يضم 6 أعضاء من ممثلي الفصائل وقصر المشاركة على بحث تثبيت الهدنة، خرج رئيس وفدها محمد علوش في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع قائلا إنه لم يتم الاتفاق على أي وثيقة ولا يوجد بيان ختامي، فقط تم الاتفاق على إنشاء لجنة تضم تركيا وروسيا ودول عربية لمراقبة وقف إطلاق النار. على الجانب الآخر، اتهم بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية في محادثات السلام في أستانا الوفد التركي والمعارضة السورية بمحاولة عرقلة المفاوضات من خلال رفض الموافقة على بيان ختامي، وقال إن لديهم نية واضحة لعرقلة اجتماعات أستانا، وإن البيان الختامي لم يصدر بسبب معارضة تركية لمسودته، ما يعكس هوة الخلاف الواسعة بين المجتمعين. وتسعى روسيا وتركيا إلى مشاركة الولايات المتحدة في وضع خارطة طريق تفضي إلى مجلس عسكري انتقالي يرضي كافة الأطراف ويثبت وقف إطلاق النار،
بعد التصريحات الأمريكية بفرض مناطق آمنة في سوريا. وسيلعب التدخل الأمريكي دورا مهما في تقليص الدور الإيراني وتدخله إلى جانب النظام في العمليات العسكرية. وتعتبر محادثات أستانا مرحلة تحضيرية لمؤتمر جنيف الرابع الذي دعا إليه المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا بمشاركة وفد من المعارضة السورية ووفد من النظام السوري الأسبوع المقبل في العاصمة السويسرية وسط خلافات حادة في صفوف المعارضة. سوريون أبدوا تخوفهم من نتائج أستانا باعتبارها تمهد لتقسيم سوريا بين مناطق معارضة للنظام جنوب سوريا وشمالها ومناطق خاضعة للنظام، خاصة وأن المسافات لا تزال متباعدة والفجوات عميقة بين الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية الفاعلة على صعيد الأزمة. فحتى الآن لم تصل المفاوضات بعد إلى حل نهائي الذي يتمناه السوريون برؤية بلادهم، وقد توقفت فيها شلالات الدماء وأصوات الرصاص دون الدخول في المزيد من التفتت والتقسيم أو التعقيدات السياسية. قتل 34 مدنيا في الأقل بينهم أطفال جراء قصف جوي تركي على مدينة الباب السورية الاستراتيجية. وأفادت الأنباء الواردة من مناطق العمليات بمقتل 15 إرهابي خلال الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي. جاء ذلك ضمن عملية درع الفرات التي تخوضها فصائل معارضة ضد داعش بدعم من تركيا التي تسعى لوقف تقدم المقاتلين الأكراد في المدينة القريبة من حدودها. ولمزيد من التفاصيل حول مؤتمر أستانا 2 وما آلت إليه الأمور ينضم إلينا هاتفيا السيد قاسم الخطيب عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري. سيد قاسم أهلا بك معنا في أون لايف. بداية، كل هذه الملابسات الخاصة بأستانا 2 وفد مصغر من المعارضة المسلحة، تبادل الاتهامات ما بين الجانب التركي والمعارضة وروسيا وإيران، وأخيرا خروج دون بيان ختامي، هل يمكن أن نقول أن هذا المؤتمر اجتماع أستانا يمهد في حقيقة الأمر بنجاح إلى جنيف 4؟ صباح الخير لك والأستاذ المشاهدين. يعني من خلال التمثيل التركي والتمثيل المصغر والضعيف للمعارضة السورية أو للكتائب المسلحة، نشعر أن أستانا 1 فشل، وأيضا أستانا 2 زاده فشلا لسبب. كل ما ذهبنا إليه إلى الأستانا هو من أجل وقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية بضمانات روسية إيرانية تركية، وهذا الموضوع لن يحصل بالمطلق. نعم. كيف الأتراك يريدون أن يوقفوا إطلاق النار وهم في نفس الوقت يدعمون الكثير من الكتائب الإسلامية، وفي نفس الوقت الروس أيضا طيرانهم فوق المدنيين السوريين، ويوم أمس كان يوم داني بالنسبة على السوريين على كل الجبهات، سواء في الجبهة الجنوبية أو في إدلب أو حتى من التحالف في مدينة الرقة في بلدة اسمها تشرين راح ضحيتها ما يقارب 15 مواطن سوري. نعم، ولكن هذه الجولة تحديدا كان هدفها وحتى قبل السنة أيضا هي التوصل إلى آلية لتثبيت وقف إطلاق النار وتطبيق الهدنة، وهذا الاجتماع تحديدا توصل إلى إنشاء آلية حازمة لمراقبة وقف إطلاق النار من خلال لجنة تركية إيرانية روسية لتثبيت هدنة وقف إطلاق النار. هل ترى أو ما هي الآلية التي من الممكن أن تتوصل إلى أطراف الثلاثة لتثبيت هذه الهدنة؟ سيدتي، هم شاركوا الأردن في موضوع وقف إطلاق النار وشكلت لجنة من الأردن ومن مجلس الأمن، فالكل المشاركين هم عاجزين عن وقف إطلاق النار، ليست عاجزين بمحض إرادتهم إنما بترتيبات منهم، لا يريدون بالأساس وقف إطلاق النار. نحن طالبنا منذ البداية بمشاركة دول راعية فعلا يهمها مصلحة الشعب السوري ويهمها وقف إطلاق النار. مثل من سيد قاسم ترونهم كان غائبا؟ الدول العربية الذين غيبوها بالكامل. دولة عربية مثل مصر طالبنا بهذا الموضوع. أيضا الأمريكان بالأساس مغيبين وكانوا تمثيلهم ضعيف. حضر السفير الأمريكي فقط الذي هو موجود في كازاخستان أو موجود في أستانا. لن يتمثل الأمريكان بوفد حقيقي داخل أستانا. فهذا الموضوع علقنا عليهم منذ البداية. فالمعنيين في الموضوع في أستانا هم
اجتمعوا أول اجتماع كان لهم في أنقرة وقرروا سحب المقاتلين والمدنيين من مدينة حلب، هذا ما توصلوا إليه فقط. هل بعدها استطاعوا أن يضمنوا وقت إطلاق النار لكل الكتائب سواء الداعمينها أو أي كتائب تقاتل على أي خلفية؟ نعم شكرا. نعم نعم مفهوم. شكرا لك يا سيد قاسم الخطيب عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري. في العراق حيث دعا زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر أنصاره للتظاهر اليوم في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، وقد طلب الصدر في بيان كل من قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ بتسليم نفسه للجهات المختصة إذا كان من المنتمين لتيار الصدر أو ما يعرف بثوار الإصلاح. كانت بغداد قد شهدت يوم السبت الماضي تظاهرة في ساحة التحرير وقد شارك فيها آلاف الأشخاص للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها، حيث اندلعت اشتباكات مع قوة الأمن ما أسفر عن مقتل 7 متظاهرين وإصابة العشرات. ميدانيا أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجير الانتحاري بسيارة ملغومة في حي الشرطة بالعاصمة العراقية بغداد. يذكر أن التفجير أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 55 آخرين في أكثر هجوم دموي في العراق هذا العام. وحول التفاصيل وما يجري في العراق معنا هاتفيا من بغداد السيد رعد كريم المحلل السياسي. سيد رعد، هنا دعوة من مقتدى الصدر لأنصاره لكي يتظاهروا اليوم، كيف ترى هذه الدعوة وأيضا كيف ترى ما يمكن أن يكون في حجم الاستجابة لهذه الدعوة؟ أهلا وسهلا. بالحقيقة أصبح وجود دار الصدر في العراق هو وجوده وتأثيره في الشارع العراق. نعم. يعني لكل حزب حركة أو طريقة في المماحكة مع الدولة، وهناك سؤال دائم يثار أن التيار الصدري هو تيار مؤثر داخل الحكومة، له وجود نسبة 30% بالمفوضية. نعم. وله وجود حكومي وله مقرات مفتوحة وله تأثير في الشارع، ولكنه دائما يعني طبيعة نقاشاته تنطلق من الشارع ومن تأثير على جمهوره، وحقيقة تأثيره في مدينة الصدر في بغداد تأثير كبير، وبالتالي يعني أصبح نوع من التأثير وقسم يشير إلى أنها نوع من التحضيرات والإشارات للانتخابات المقبلة. نعم، وهذا يعني ما يؤثر على حتى على الحكومة نفسها أو على الوزراء أو حتى على عمل الحكومة من خلال يعني التأثير الذي يأتي به أتباع زعيم التيار الصدري. نعم بالتأكيد، يعني هو هذا النوع من ما يشبه نوع من التناقض أو السؤال الذي أو المعضلة التي تحتاج إلى حل. أنت في الحكومة ومؤثر في الحكومة وفاعل وأيضا يعني مدمن الخدمات، ملف الخدمات في المحافظة وفي غيرها. نعم. ولكنك تتظاهر أيضا في الحكومة، وبالتالي كما أثبت هو أصبح وجود التيار وجوده في الشارع وهو الأبلغ تأثيرا، وهناك طاعة كبيرة ما يقوله السيد مقتدى الصدر ل يعني مجموعته وهم أكثر انضباطا من الأحزاب الأخرى وتأثيره. طيب. هنا 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 يعني نتحدث سيد رعد عن تظاهرة أيضا كانت يوم السبت الماضي، يعني سياقا مع هذه التظاهرة التي سوف تحدث اليوم أو دعا عليها زعيم التيار الصدري. يعني هذه التظاهرة التي حدثت يوم السبت الماضي اندلعت فيها اشتباكات مع قوات الأمن وهذا ما أسفر عن وجود قتلى ومصابين، هل تتوقع أن يحدث في هذه التظاهرة ما حدث يوم السبت الماضي أم أن هذه التظاهرة قد تخرج عن نطاق آخر؟ يعني الكثير لا يتوقعون ان يحصل ما حصل الاسبوع الماضي، هناك كانت تحضيرات امنيه منذ ليله البارحه في الشوارع المقتربه من ساحه التحرير، مدخل ابو نواس والمدخل الاخر من ساحه الطيران، وبالتالي القوات الامنيه اكثر تشددا هذه المره، وايضا السيد مقتدى الصدر دعا الى مظاهرات صامته، يعني لا ترفع فيها شعارات او مماحكة يعني الآخرين. يعني وأتوقع اليوم ممكن أن تمر بسلام. يعني ترى أن هذه التظاهرة مختلفة عن تظاهرات يوم السبت الماضي. أشكرك جدا على هذه التفاصيل السيد رعد كريم المحلل السياسي، كنت معي هاتفيا من بغداد.
استقبل ميناء المكلا في شرق اليمن أولى رحلات الخط الملاحي العالمي لشركة كوسكو الصينية للملاحة البحرية، وتم تشغيل أولى رحلات الخط الملاحي الصيني لنقل الحاويات، فيما سيتم تسيير رحلات منتظمة ومباشرة إلى الميناء اليمني بعد تجميع الحاويات في ميناء جبل علي الإماراتي. ويعد هذا هو ثاني خط ملاحي للحاويات يصل إلى ميناء المكلا، ثاني أهم ميناء في البلاد بعد عدن، وبعد توقف ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر بسبب الحرب الدائرة في البلاد. يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار مرسوم جديد حول الهجرة في الأسبوع المقبل، وقال ترامب في مؤتمر صحفي أنه سيعلن في الأسبوع المقبل أمرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة، بعدما تعرض مرسوم أصدره حول الإغلاق المؤقت للحدود أمام اللاجئين إلى نكستين قضائيتين، حيث علق قاض في سياتل تنفيذه، وأبقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو هذا التعليق. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا مفاجئا في البيت الأبيض منفردا للمرة الأولى، تحدث خلاله عن قضايا عدة على رأسها قضية حظر دخول المهاجرين ومسار العلاقات الأمريكية الروسية. غضب شديد تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية تشير إلى اتصالات حدثت بين مسؤولين في حملته الانتخابية والمخابرات الروسية، وصفها بالكاذبة، وقال إن هذه التقارير الصحفية تصعب على الإدارة الأمريكية إبرام اتفاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتهدئة التوتر بين واشنطن وموسكو، لأن بوتين يعتقد أن ترامب يواجه صعوبات سياسية في تنفيذ قراراته. I own nothing in Russia. I have no loans in Russia. أستطيع أن أقول لكم متحدثا عن نفسي، لا أملك شيئا في روسيا، لا قروض لدي من روسيا، لا صفقات لي مع روسيا. والرئيس بوتين كان لطيفا جدا معي عندما هنأني بالفوز والتنصيب الرئاسة، كذلك جميع رؤساء البلدان الآخرين، وهذا هو المعيار. لكن تقارير روسيا هي أخبار كاذبة صنعها الإعلام. ترامب وجه انتقادات حادة للإعلام الأمريكي، طالبا الصحفيين أن يخجلوا من أنفسهم لأن عددا كبير منهم لا يقول الحقيقة، وقال إن هناك انعداما لمستوى النزاهة أصبح خارجا عن السيطرة، مشيرا إلى أن غالبية وسائل الإعلام في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس لا تتحدث من أجل مصالح الشعب بل للمصالح الخاصة ولمن يستفيدون من نظام متصدع. وأكد ترامب أن مدير حملته الانتخابية السابق بول مانفورد شخصية محترمة ولا علاقة له بالروس، وإنه لم يوجه مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فالين بتحدث إلى سفير روسيا عن العقوبات الأمريكية قبل توليه منصبه. وقال ترامب إنه طلب من وزارة العدل النظر في تسريب معلومات سرية وصلت بطريقة غير مشروعة للصحفيين بشأن علاقة بين مساعده وروسيا، ووعد ترامب بالتحقيق في تلك التسريبات التي وصفها بالإجرامية، وذلك بعد اجتماعات مع إدارته. تجددت مساء أمس الاحتجاجات المناهضة للشرطة الفرنسية التي اندلعت في مطلع الشهر الجاري اعتراضا على استخدام الشرطة العنف بحق معتقل في ضاحية بوبيني في باريس، ومع اتجاه المظاهرات إلى الشغب وبدء المتظاهرين في رشق الشرطة، أعتقد قوات مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل 39 مشتبها في مداهمات قامت بها على خلفية الهجوم الانتحاري الذي استهدف مزارا دينيا في جنوب باكستان، ما أسفر عن سقوط أكثر من 70 قتيل وإصابة العشرات. كان تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجير بعد أن هاجم انتحاري مزارا دينيا مكتظا بالزوار بإقليم السند ضمن موجة تفجيرات ضربت باكستان هذا الأسبوع، فيما قررت إسلام أباد غلق حدودها مع أفغانستان لأجل غير مسمى لاعتبارات أمنية. وبعد فصل نلتقي معكم لمزيد من الأخبار. أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل الأخبار.
في الاقتصاد أبقى البنك المركزي شعري العائد على الإيداع والإقراض دون تغيير عند 14.75% و15.75%، وقرر المركزي أيضا إبقاء سعر الائتماد والخصم عند 15.25% والعملة الرئيسة للبنك عند 15.25%. عزا المركزي قرره إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي مع بلوغه 30.86% في شهر يناير الماضي نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، علاوة على انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% في الربع الأول من العام المالي الجاري. يشهد مصدرو المنتجات الزراعية في مصر طفرة في الطلب وإيجاد أسواق خارجية جديدة بعد أشهر فقط من تعويم الجنيه، مع مسارعة الكثيرين لزيادة قدرتهم على مسايرة هذا التغير. وكان الجنيه فقد نصف قيمته تقريبا منذ أن تخلى البنك المركزي عن ربط سعر العملة الذي كان يقف عند 8.8 للجنيه مقابل الدولار يوم 3 نوفمبر الماضي، ما جعل الفواكه والخضروات المصرية تبدو رخيصة ومغرية للمشترين الأجانب. رب ضارة نافعة، لعل تحرير سعر صرف الجنيه أدى إلى ارتفاع في أسعار الكثير من المنتجات، إلا أن انخفاض قيمة الجنيه جعل الفواكه والخضروات المصرية تبدو رخيصة ومغرية للمشترين الأجانب. وشهد مصدر المنتجات الزراعية في مصر طفرة في الطلب الخارجي وإيجاد أسواق جديدة، مع مسارعة الكثيرين لزيادة قدرتهم على مسايرة هذا التغيير. بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية، خلينا نعتبر أن بعد 11 شهر 2016 دي مرحلة إعادة انتشار تاني للصادرات المصرية. الصادرات المصرية سابقا كان لها أسواق محددة، الأسواق دي زادت مع الوقت. من 2005 كانت صادراتنا الزراعية لا تتعدى نص مليار دولار، النهاردة وصلت تقريبا ل2.2 مليار دولار. ساعد التعويم في تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار جنيه لدعم برنامج إصلاح واسع النطاق يهدف إلى استعادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وكبح عجز الموازنة. وارتفعت صادرات الخضروات والفواكه والبقوليات المصرية إلى 2.2 مليار دولار في العام الماضي، مع احتمالات بزيادة نحو 15% عام 2017. الشاطر اللي هيفتح أسواق أكبر وينتهز هذه الفرصة، لأن مهما قلنا أن الظروف المحلية الأسعار زادت فيها، لكن الزيادة الدولارية تغطي هذه الزيادات وتجعلنا منافسين. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفاءل لأن فوق الشوك وردة. فعلى الرغم من معاناة الكثيرين من تحرير سعر الصرف، إلا أن إحدى الشركات اليابانية لتصدير الفواكه والخضروات سعت من أجل مضاعفة مناطقها المزروعة هذا العام لسد زيادة متوقعة تصل إلى 30% في الطلب، على خلفية طلبات جديدة من أسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث كان التعويم جاذبا ومفيدا لإبرام صفقات أكثر تنافسية. وللمزيد تنضم إلي هاتفيا دكتورة بسنت فهمي، خبيرة المصرفية وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب. دكتورة بسنت، أهلا بك معنا في أون لايف. كما شاهدنا في التقرير، هي طفرة في الطلب وإيجاد أسواق خارجية على الخضروات والفواكه المصرية، وهو شيء مبشر بالتأكيد، لأن هناك أسواق جديدة تفتح للمنتجات المصرية بالخارج. طبعا ساعد عليها كما ذكر التقرير فكرة تعويم الجنيه. أهلا بك يا فندم. طبعا زي ما انخفاض قيمة العملة له مساوئ، له مزايا كبيرة جدا كمان. يعني احنا كنا طول عمرنا بنحاول ندعم المصدرين، انخفاض قيمة العملة بتقدم دعم للمصدرين بدون اي مجهود، ونقدر ان شاء الله نفتح عن طريقه اسواق كبيرة جدا في الخارج. يعني انا عايز اذكر الناس ان كان من كام سنة في حرب اسمها حرب العملات بين امريكا والصين، ان الصين بتخفض عملتها فغزت كل اسواق العالم، وأمريكا كانت مستاءة من هذا النظام. صحيح. ولذلك ترامب اليومين دول برضو بيطلب تخفيض قيمة الدولار. فالناس اللي بتنزعج قوي من تخفيض قيمة العملة، يجب أن تعلم أن لها ميزة كبيرة قوي في دفع الصادرات، بس طبعا لازم نزرع ونصدر. لها ميزة كبيرة قوي علشان كمان في السياحة،
لها ميزه كبيره جدا لحمايه المنتج المحلي. فمش كل انخفاض قيمه العمله مش كلها مساوئ، هي بس احنا نظبط نفسنا داخليا ونحمي من السلع الاساسيه اللي هي الاغذيه، خطه غذاء داخلي. لكن الحمد لله الصادرات زادت وهتقدر تزيد كمان طول ما قيمه العمله ما هياش قويه. على ذكر زيادة الصادرات، إلى أي مدى مصر تحتاج إلى انتهاج استراتيجية صناعية تقوم على الارتفاع بمستوى وجودة والمعايير المهنية الخاصة بالمنتجات المصرية؟ شوفي حضرتك، إحنا أولاً عندنا مزايا سبحان الله طبيعية. أنت عندك مناخ وعندك أرض وعندك فلاحين على أعلى مستوى، أنت محتاجة بس تطبقي التكنولوجيا في الزراعة وأنت تقدري تغذي العالم كله بالأغذية والأكل، وده مجال مش ممكن حد يستغنى عنه، يعني لا حدش يقدر يستغنى على الاكل ابدا. فانت تقدري اولا تظبطي من استراتيجيه الزراعه والامن الغذائي، تحمي نفسك داخليا وتصدري وتقدري تغذي اسواق العالم كله، بس المنطقه اللي حواليك اللي هي اغلبها ما عندهاش زراعات زي اللي عندك. دي من ناحيه، الناحيه الثانيه كمان كل ما قدرتي تظبطي كمان اسلوب الصناعه واتقنتي ضعف العمله يسمح لك انك برضه تصدري صناعات مصرية للخارج، زي ما كنا بنصدر زمان القطن والجلود يعني في حاجات كتيرة قوي نقدر نشتغل عليها، خصوصا المنتجات القطنية، احنا كنا مشهورين بالمنتجات. صحيح. احنا ان شاء الله نحط استراتيجيات سليمة، لكن انا عايزة اطمن الناس ما دام بتحمي الامن الغذائي الداخلي ضعف قيمة العملة له مزايا كبيرة قوي زي ما له بعض. مفهوم. شكرا لك يا دكتورة بسان فهمي الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. على الرغم من أن الموسيقى الصوفية التي اعتمدت منذ ظهورها على الناي والعود اختفت فترة عن السماع، إلى أنها سرعان ما عادت مرة أخرى للظهور، لكن هذه المرة لم تأتي وحدها بل جاءت منفتحة على آلات موسيقية غربية وامتزجت معها لتخرج لنا الصوفية على نغمات موسيقى الهارد روك. دعونا نكتشف هذا التطور والخطوات في هذا التقرير. تميز شرق بموسيقاه الصوفية التي ظلت قرونا محافظة على آلاتها الكلاسيكية مثل الناي والعود، وعلى الرغم من أنها نأت بنفسها لفترة إلا أنها سرعان ما ظهرت في هيئة جديدة بعد أن تعلمت واحتوت آلات موسيقية غربية لتخرج لنا الصوفية على نغمات الهارد روك. بين الموسيقى الصوفي والهارد روك في العالم العربي ده كان عن طريق باند اسمه البيت العشوائي، كان اول حد اسمعه يعني. البيت العشوائي ده باند اردني، بعد كده كان في محاولات هنا في مصر في باندز، بس كان اكتر ميول الباندات هنا في اللي بتلعب صوفي في مصر كان حصل عمليه فيوجن ما بين المزيكا الصوفي والفلامينكو اكتر ما يكون اكتر من الروك. المزيكا الصوفي طبعا بقى لها زمن، دي نشأت عن طريق حد الشيخ طبعا جلال الدين الرومي. متى يشتف المزج بقى حصل كان في الألفينات ما بين الموسيقى الصوفية والموسيقى الهارد روك أو الروك عموما، وحصل أول محاولات فردية مثلا زي رشا رزق، وفي حصل بانس، وحصل لطفي بوشناق لعب برضو. موسيقى الروك ما اتعملت أو الميتال تحديدا ما اتعمل كانت موسيقى فيها حزن وسخط، والموسيقى الصوفية فيها حالة رضا وتسامح، أما يتعمل بينهم المزج بيدوا شكل حلو قوي للمستمع يسمع. متى كرام الحي عيني تراكم حكايه انه يبقى في تشويه لثقافه الموسيقى العربيه بدخول الاجانب فيوجن ميكس ما بين الموسيقى الغربي عموما او الروك تحديدا والموسيقى الشرقي، لا ما بيبقاش في تنصر. ازاي نوصل ان احنا ننشر موسيقى بديله؟ انت محتاج ماركتنج، انت مشكلتك هنا في ده، انت عندك مزيكا قويه جدا 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 من احسن المزيكات اللي ممكن تسمعها في العالم، والدليل على كده ان في بعض الاغاني
بتتغنى في دول بره أغاني شرقي. يعني مثلا لو خدنا مثلا مثال زي جيبس كينج، غنوا في يوم من الأيام زحمة يا دنيا زحمة. ولعبت السوشيال ميديا دورها في نشر الموسيقى الصوفية بحلتها الجديدة بين الشباب. والآن مع هذه الوقفة الرياضية التفاصيل مع الزميل رجاء رمزي. إليك رجاء. أهلا بكم. تنطلق اليوم منافسات الجولة 19 بلقاءين في الدوري المصري لكرة القدم يجمعان أسوان مع طنطا، فيما يواجه بتروجيت فريق الداخلية. ومن المقرر أن تقام غدا السبت مواجهات بين كل من الشرقية مع إنبي والاتحاد السكندري مع وادي دجلة، فيما يحل الزمالك ضيفا على الإنتاج الحربية. في سياق متصل، تلقى علي جبر مدافع الزمالك عرضا من نادي ساسكا موسكو الروسي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل امتداد القيد في روسيا حتى نهاية الشهر الجاري، حيث يبدأ النصف الأول من أو الثاني من الدوري الروسي في 3 مارس المقبل. وجاء العرض لجبر الملقب بوزير الدفاع عن طريق إحدى شركات التسويق التي ترغب في الحصول على تفويض من اللاعب للدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الزمالك حول الأمور المالية. من جانبه، أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة أنه لا مجال للموافقة على احتراف جبر لحاجة الفريق لوجوده من أجل تحقيق البطولات. أهلا بكم مشاهدينا. ومع البطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية وهي كأس مصر، حيث يستعد نادي الزمالك حامل اللقب في النسخ الأربعة الأخيرة إلى بداية رحلته نحو البحث عن لقب خامس على التوالي، ذلك حينما يستضيف الأولمبي في 8 مساء اليوم على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة ضمن منافسة دور 32. يسعى الزمالك للخروج سريعا من كبوة الخسارة المفاجئة أمام الإنتاج الحربي بالدوري، خاصة في ظل تلاحق المباريات التي سيخوضها الفارس الأبيض خلال الفترة القادمة. كانت لجنة الحكام قد اختارت الحكم الدولي محمود عاشور لإدارة المباراة، يعاونه عادل ماهر ومصطفى حسين وعمر سامي حكما رابعا. انتهى معتمد جمال المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب من دراسة منتخبات المجموعة الأولى في بطولة أمم إفريقيا للشباب والتي ستنطلق في زامبيا في 26 من فبراير الجاري. وقال جمال إن المنتخبات الثلاثة مع مصر في المجموعة من أقوى المنتخبات، وأنه قام بدراستها للوقوف على نقاط القوة والضعف في كل منتخب. يذكر أن منتخب مصر يقع في المجموعة الأولى التي تضم معه زامبيا صاحبة الأرض، إلى جانب منتخبي مالي وغينيا. استعدادات مكثفة لمنتخب مصر للشباب بقيادة المدير الفني معتمد جمال للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية الذي سيقام في زامبيا في 26 من فبراير القادم. بصينا على حوالي 233 لاعب. بنت كل فترة بنفلتر اللعيبة لغاية ما بنوصل لل 25 لعيب اللي موجودين معانا، دول أحسن 25 لعيبة موجودين في السن ده، وان شاء الله نطلع او ناخد منهم احسن حاجه في خدمه منتخب مصر ان شاء الله. كان في عندنا شويه مشاكل بالنسبه للعيبه، اما كان في بعض الانديه مش عايزه تبعت اللعيبه، لا خلاص مش فاضل للنادي الاهلي، انا مش فاضل غير 4 ساعات عشان ابعد الكاميرا، ده اخر ميعاد بالنسبه لي الساعه 10 بالليل، وانا متفق مع الولاد حتى لو هنروح 11 لعيب بس ان شاء الله. الهدف بتاعنا اللي شغالين عليه من 3 سنين ان شاء الله اللي احنا نحط من رجلينا ان شاء الله في ضمن الاربعه المؤهلين لكاس العالم في كوريا، وبعد كده ان شاء الله نلعب على البطوله. شباب يعتزم التفوق في مجال كره القدم من مختلف نوادي الجمهوريه املين في الوصول للفوز. والله احنا بنعمل استعدادات من فتره كبيره قوي، يعني من قبل التصفيات حتى بتاعت امم افريقيا بحوالي 3 سنين تقريبا. بنلعب ماتشات وديه دوليه كتير جدا، الحمد لله نتائج فيها كلها ايجابيه، والفريق كله مركز ان شاء الله باذن الله ان احنا نعمل حاجه لمصر في امم افريقيا الجايه، وان احنا نوصل كاس عالم باذن الله. المنتخب مستعد النهارده لبطوله كاس الامم ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونعمل حاجه. وانا تحت امر الجهاز الفني في اي وقت، يعني انا موجود اهو عند المنتخب وان شاء الله نعمل حاجه في بطوله افريقيا باذن الله. وتاتي استعدادات منتخب مصر للشباب للمنافسه على حصول اللقب للمره الخامسه وضمان التاهل لبطوله كاس العالم للشباب لعام 2017 المقامه في كوريا الجنوبيه. نسمه شافعي اون لايف. ختام أخبارنا الرياضية، عودة للزملاء.
شكرا للرجائي على هذه التفاصيل في أخبار الرياضة التي ننهي معها هذه الجولة الإخبارية المفصلة. ولم يتبقى سوى أن نذكركم بأهم ما جاء فيها من أخبار. رئيس الوزراء يشدد على أن هناك تكليفات رئاسية بأهمية تطوير منظومة التموين والنهوض بالزراعة. أستان اثنان يختتم أعماله بالاتفاق على مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا. وعلى خلفية التفجير الدامي في إقليم السند، باكستان تطلق عملية أمنية واسعة وتغلق حدودها مع أفغانستان. لقاء إخباري تالي على رأس الساعة. شكرا لك وشكرا لكم وإلى ملتقى.